وتم إغلاق الكونغرس وإغلاق البيت الأبيض كما ذكرنا قبل قليل الفضيلة. ربما هذه أيضا ألما إشارة جيدة بأنه تمت السيطرة على الوضع مبدئيا طبعا بإلقاء القبض على مطلق الرصاص، كما أفادت طبعا الأنباء الواردة من قبل طبعا وكالات الأنباء التي تحدثت عن أن قوات الأمن ألقت القبض على من أطلق النار في مبنى للزائرين في الكونغرس الأمريكي، والذي تم إغلاقه بالإضافة إلى إغلاق طبعا البيت الأبيض فور إطلاق النار. ننتقل بكم مرة أخرى، طبعا هذه الصور نشاهدها. يبقى معنا مراسلنا إسلام من واشنطن، ينضم إلينا طبعا أيضا من واشنطن.